كبر لإجزابير هون كإجزابير قال كمساك ودوس زفترت سلاسة مست عندنا ببي عجز على تسألنا إجزابير قال أبرن كفاف فلالن عندي النببال إجزابير مي جايكم من علىهم تنستوى ودي بيت الروتة بزام نور كوندمي كيسافيت بشاشة جزء تكلت عليه لإجزابير مسوي هون عدرك نسألي إجزابير باتوي بكتاب يسوع المسيح سلهلو نامسجن حالن كبر بسماينا بمدر لانتا يهون عونم جيتا منفس كدسوي يقال انت تقلتلن اني اسال يالو هي قال جيتا لجورو بتشا سايون انه بسمي لبس جبتو بنم هيوتو سرتو فرين ديافرا منفس كدس بجيتا بيسوع المسيح سم اند تردن قالن اند تقلت يلبن نافقوت يغزابر حساب جيتا منفس كدس اند تقلتلن اند تبرالن بيسوع المسيح سم صليكوت كله انت كبر يهون سلهلو تمسكين بكتاب يسوع المسيح امين انغدي يغزابيرين قال اون اندا نببكلاچو كزفطرت 35 قطر 1 بنو نببكوت اين كفل مسرات بمادرك بوست مولون يغزابيرين حساب عبران نكففلالن اون بانببكوت كفل لاي اغزابير لا يعقوب صوت نجروتشن نو كتر عندنا نو يانا ببكوت عندو يمجم مريا كزيكا لبت وطا يملك عالنو عوني عالبت يتنو انديتنو ميوتا لمندو ميوتا يملون هاساب ان ملكتالن ليلا نو كموتا تبالا ببيتل نور يملو تزازنو بيتل مندنو يتنو سنم لمات الموكرالن سوستنيا لإجزابير يعني كوندي مفيد بشاشة جزيرة تقلت الإجزابير مسويا عدر جملنو كلبت موفارك ويموتا كوتا بهلا ببيت النور بزاز فرادمو يعني لتقلت الإجزابير مساويت سوا يمل سوست تزازوش ناتشو بزي بعندك طلعي كإجزابير زند لايك أو بتست ممريا استي مجمع مريا بيتل يثنو من دنو ملو حساب كزيك نكافافل كاللو مصاف قدوس او دانسار ترقاميون لمات الموكرالن بيتل يملو قال يكزابير بيت يملو ترقاميالن يكزابير بيت راسو للا ترقمي فلقال من دنو يكزابير بيت عون دنو قرقواتشو عون كمن نكافافلو ككفلو او دانسار سنناي የእግዚአብሔር ቤት ማለት እግዚአብሔር የሚገኝበት ቦታ ስፍራ የእግዚአብሔር ህልውና የሚገለጥበት የተገለጠበት ቦታ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር መገኘት የእግዚአብሔር ሞገስ የእግዚአብሔር ማስፈራት ያለበት ቦታ እርሱ ቤቴል የሚል ትርጓሜ ይዛል ስለዚህ ቤቴል በአንድም በሌላ የእግዚአብሔርን ህልውና መኖሩን የሚገልጥና የሚያመላክት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርም ይያለ ያለው ለያዕቆብ እንግዲህ በቤቴል ኑር የሚል ትዛዝ ነው የሰጠውና ለዚህኛ ሪፈር የምናረጋው እግዚአብሔር ራሱ ተናገረው ዘፍጥረት 28 ላይ ከወንድሙ ከኤሳው ፊት بشاشة جزي لتقلت قليه لإجزابير مسويا سوا يعني كفل بأنا بدستلنيال عبرن النمى لكتوالين انقريس لبيتي اللي قلتسون مقلتش اوتشن مقلتش اوتشن كزا كفل مايات انشلالين يايكوبيم كبير هاسمين كتورا سرلاي يايكوبيم كبير سابي وطو ودي كاران هيدا ودي آنت سفرام درسة سعام تلقان برنا كزا دره بزيام سفرا دنگاي انسا كراسون بتاج تنترسو بزيا سفرا تنيا هلمي معلم انه مسلال بمدر لاي تتكلو ارسوم ودي سما درسو انهم يغزابير ملاك يوتوبت يوردوبتم نبره انهم يغزابير بلاي قومبت نبره اندم مالا يا اباتي يا ابراهيم املاك يا يساق املاك اني يغزابير نني يچن انت يتنيبات مدر لانتم لزريم اسطحالو زريم اند مدر اشوا يهونال اسكا مرابنا اسكا مسراك اسكا سمينا اسكا دبو تسفافالي
የምድርም አይዛብ ሁሉ ባንተ በዘሬ ይባረካሉ እነሆ እኔ ካንተ ጋር ነኝ በሚተደበትም መንገድ ሁሉ እጠብቃለሁ ወደዚች ምድር እመልሳለሁ የነገሩን ሁሉ እስካደርግ ድረስ አልተወምና ቁጥር 16 ያዕቆብም ከእንቅልፍ ተነስቶ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ አለ ስፍራ ነው ይቅርታ እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ ነው እኔ አላወቀሁም ነበር አለ ፈራ እንድም አለ ይህ ስፍራ እንዴት ያስፈራል ይህ ስፍራ የእግዚአብሔር ቤት ነው እንጂ ሌላ አይደለም ይህ የሰማይ ደጅ ነው ያዕቆብም ማለት ተነሳ ተንተርሶ የነበረውን ድንጋይ ወስዶ ሐውልት አድርጎ አቆመው በላዩም ዘይት አፈሰሰበት ያዕቆብ ያን ስፍራ ቤቴል ብሎ ጠራው አስቀድሞ ግን የዛች ከተማ ስም ሎዛ ነበረ ስሟ ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያን ፕሮሚስ ያረገበት ቦታ እንግዲህ ስለ ያዕቆብ ወደ ኋላ ሄዶ ብዙ መዘዘር ላይጠበቅብኝ ይችላል አብዛኛው መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢያን ቅዱሳን ስለ ያዕቆብ ታሪክ ሰብካችሁታልም ተሰብካችሁትማል ስለዚህ ባጭሩ ግን እንደምታውቁት ሁሉ ከወንድምየው ከኤሳ ፊት እንግዲህ በተፈጠረው ነገር ሸሽቶ ኮብልለው መንገድ ላይ ያለ ነው ከካናን ከሰፈሩ ተቀየብ ተሰዶ ወደ ሶሪያ ሀገር እየተሰደደ ያለ እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ በወንዝ ዳር ታኝተው ድንጋይ ተንተርሰው ታኝተው ይያለ ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ቅድም ያስተዋሰው ከወንድም ፊት በሸሸ ጊዜ በጭለማ ታኝተ ይያለ ብቻን ይያለ የተገለጥኩልህ እግዚአብሔር ይሄን በ31ም ላይ ያስተዋሰዋል እግዚአብሔር ለያዕቆብ የመጀመሪያ የጉዞ ክዳን ተስፋ የተቀበለበት ቦታ ነው ያ ቦታ ቤቴል ነው ሎዛ ይባል ነበር ስለዚህ ይሄ ለተለ ቦታ ነው ለምን ኮንፈረንስ በሌለበት ኪቦርድ በሌለበት ነብይ እንትናን በሌለበት መጋቢ እንትናን በሌለበት ብቻዬን ሳለው በስደት በመንገድ ላይ ይያለው እግዚአብሔር በማልጠብቀው ሁኔታ ተገልጧልና እግዚአብሔርን በስፍራ አይቻለሁ ከበለ እግዚአብሔር ይሆን እግዚአብሔርን አይቻለሁ ስለዚህ ይሄ ቦታ ተራ ቦታ አይደለም ይሄ ቦታ ዝም ብሎ ቦታ አይደለም የእግዚአብሔር ህልውናን አይቻለሁ የእግዚአብሔርን ክብር አይቻለሁ የእግዚአብሔርን ማስፈራት አይቻለሁ ያ ብቻ አይደለም የነገ ስንቅ እግዚአብሔር የተስፋ ቃል የሰጠኝ ቦታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን አይቻለሁ ስለዚህ ይህ ቤቴል በስደት ጉዞ ላይ እግዚአብሔር ተገናኘበት ቤቴል እግዚአብሔር ለያዕቆብ ተስፋ የሰጠበት ያዕቆብ ደግሞ ለእግዚአብሔር ስለት የተሳለበት ቦታ ነው እንድና እንዲህ ይደረግልሃል ያደረኩልህ ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ እኔ ካንተ ጋር ነኝ አይዞ ብዙ ነገር ካለ በኋላ እግዚአብሔር ያዕቆብን ምላሽ ሰጥቷል ይሄንና ያንን ካደረክልኝ እኔም ላንተ ስለት አቀርባለሁ አመልካለሁ እዚህ ጋር ቤት አንጻለሁ መቅደስ ሰራለሁ ብሎ ቃል የገባበት ነው በጭሉ እግዚአብሔርና ያዕቆብ ተገናኝተው የያዕቆብ ስለት የእግዚአብሔር የመባረክ ፕሮሚስ ተስፋ የተሰጠበት ቦታ ነው ስለዚህም የዚህ ቦታ መገለጫ ቤቴል በሚል ስያሜ ሰጥቶት እግዚአብሔር የሚገኝበት ቦታ እርሱ ቤቴል ይባላል ስለዚህም እግዚአብሔር በዚህ ዘፍጥረት 35 አንድ ላይ አሁን እንደምታውቁት ከአባቱ ቤት ከሰፈሩ ከተሰደደ በኋላ የተሰደደው ወደ ላባ ነው ወደ ሶሪያ ሀገር ነው የሄደው እዛው ለ20 አመት ነው የቆየው ለሁለቱም ሚስቶች 77 አመት ነው የተገዛው በድምሩ 20 አመት ቆይቶ እንግዲህ የዛ ምድር ቆይታ እንደበቃ እንዳከተመ ሲገባው ምክንያቱ ምንም እንኳን የላባ መለባወጥ ምንዳውን ደሞዙን የመቃየር ነገርን ቢኖር እግዚአብሔር ራሱ እዛ ጋር ተገልጦ ይሄንን ያስተውሷል መነሻ ሁለተኛ ባክቱ ሆም መንቀሳቀስ እንዲጀምር ሲያደርግ እግዚአብሔር 31 ላይ ያለውን አነብላችኋለሁ ሐውልት ተቀባይበት በዛም ለኔ ስለት የተሳለበት የቤቴል አምላክ እኔ ነኝ አሁንም ተነስተ ከዚህ ሀገር ውጣ
وريته ولا دي بتي مدر ثمدس سلاس عند أسرع صوص لاي إخيار يسدد جوزه بكا ملسا الله باركا الله يا له إخيار أستاوس بحاس من لا كدي من أنا بكوتين كفلنا إخيار لا يكوب مي أستاوسه يعني تسدد سدد لا بتشين قزمة دنجاي تنترس أيالة بما يتطبقون إذا تغلقه لانتك على ستو تسفى ستو يا يبيتيل أملاك إجابير إنيني لحالو أهون كذي تم ملس على تسدد عنده مبتا وريها غري وري سفري وري سرائيل تملس على إجابير كبر لإجابير يهون سلزي إجابير جزيم سلدرسانو لا باب الشاس سلفلق الناس لالفلق السايون إخيارهم بك على بيت جزينة بر، هاي عمت سدة نور وبهالا إخيار يانن ودي أمره كأمته إن دي ملص، إن ده جناه ممارسة النالن، سلذي إخيار الزملاي سلاس عن لاي جنا يبعتو هم تور سيارك ياستاو سامن دينو يتجلت أبتن بوتا يبيتل أملاك، إن دي نور يمي فلقيلت يا يكوبين إخيار من شام لاي الزاو بيت لاي يايكم عند تسالة سلطة انداس كم تقولوا الزاقة عند نور يجزاير برنامج ولا يكو نجركنا عن سلاس عمس لاي يا نبى بنو كفل كذا تانك ساكسو بمال تفترعون تارك تاك الله شو من المكر ساينور نبر كلا بافيد مستوتشون لجوتشون جملون كفتون يا لان هلو نلتو سدات جمره لا باتك التلوت لا تكاوسي مكرم إخيارين تكلك للت لا وراسو مسكروال سلزي ولتنيا كلاوا تكتلو يمتكات سيغات كاكتما كابك أبوهلا إخيارين سلياك أبونا سلبي سبوا كتواك أبوهلا ولتنيا سيغات نبرو يا تيلو يمتابت يا يسوع وندم إيساو أود أتو أنساسو بسلام تمراركو سايهون فرتونو يهشو شتارقوال بركاتون ديو سربت بزا سميتوست ايساو لبك الوان ديمشل لاتكو ان ديمشل بما سبنو ودي سوريها غار اندي سرد يتقددو يايكو اقزابير عماتون كتكلاك كلابوالا ولتن ياسيغات ايسا وندميو نبر سلازي بزي محال لاي انقدي ببزو جمانشا ود ايسا لكو ايسا نم عقبابتو ايسا هم اسون دي طبقه ساون اقزابير سرام سر تولت هاتاك انيال يقل انيال سل متو عقفو جمانشا اني يبك انيال كانت من المالفلق انبلو اريلي هنا وندم ونتن اريلي هنا فكرن أهم لستو ياو فكرين دالة قلتو بمدن كونيتا تنستن انير بكا بلو بالا جيزي يايكو براسو پروغام قدل لهم يساتو مكنات بزو غوازالين كبتوت چالو جملوت چالو لجوت چم مسانات ناتشو اني متالو انتهير واننا مكبالينو واننا لاني پوزيتيف مهونينو برو كاسنا بته بولانو كاني آن مدرلة بسيكيم كتم إلى إخيار لبارجو سلاس عند لاي عون كسوريا مدر كزا كلابا هاجر تنست وط أصل بيتيل لاي منور إن دالبت إنديكيت أرجوتال ملكسة توتال أستاوس توتال بزي محل لاي إنجري عون وديوان ناسابة يهر كميرو سلاس أمست عند لاي تكتلو إخيار متتو من دون يتناقر عون يعني ببكل لا شكال ياكوبوي كازي تنستمون وطا ببيتل نور كزام لاني مساوت عدرك يمل تزاز نسطو اكزابهير ياكوبين يقبعون يتصفون قال لما فصم يفلقال باجرو بيتلن بزي هاي كغلط نبت انجري ليلانيو زصات 3 5 ريفر ماراك انشلالين زسات سوست امس لاي اغزابيل لموسى يتناغراون قال نو انت يكونكو بسفرا
يتكدسج مريت ناتنا چاما كغري اوطا علو موسى رنيا هونو سوم طباقي هونو كبت طباقي هونو باللبت انغري بيسات تغلطو اغزابير دمص ياسمبت يغزابير هلونا يتغلطبت قطقواطو لاملكو ساون لارشام يمايمچ اداري مريت በማይመች ቁጥቋጦ ስንል አጫጭር ዛፎች ያለበት ነው በኔ መረዳት ለፎረስትሪም ለደንን ማይሆንም ለርሻም ማይሆን መሬት ነው በዛ ስፍራ ነው እግዚአብሔር በእሳት ተገልጠው ሙሴ ቀረብስል ሙሴ ይሄ ቦታ ተራ ቦታ አይደለም ዝም ብሎ ቁጥቋጦ አይደለም ዝም ብሎ ማስተማሪያ አይደለም ይሄ ቦታ የተቀደሰ ቦታ ነው እንዴት እግዚአብሔር ተገኝቷልና የተቀደሰ ቦታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ለእግዚአብሔር መኖር ለእግዚአብሔር ህልውና ለመገለጥ بوتانا هونيتا مسفرت ليون ايتشلم اكزابر ياللبت بوتا هولو يكزابر هيلونا ياللبت بوتا هولو يكزابر مسفرت ياللبت بوتا هولو ارسو يكزابر بيتنو يكزابر مجنيا سفرانو سلازي اما يمي اسولك اسفالت منتاف ياللبت بوتا اللبرم جن اكزابر قدسوتا لنا اكزابر تغيتو لنا اكزابر سجن قطقاطو يماي مش بوتا يتكدسه يكبر مجلج أيهون على كبر لجزابير هون. سلزي جزابير يال بيت بوتا بيتل. جزابير ميجي بيت بوتا بيتل. كزيكا بتك أراني أدرس كدان لاي. عندك في السن الملكة ماتيوس هارات أندن مانسات فلقالو. ماتيوس هارات أندن يس كريستوس كمقرسو بوتو هيدا يملك على الله. قتها يس كريستوس بمدر لاي فسوم صاف فسوم أملاك هونو سيم ملالس بنبرة كذي بمكرابي يجبا يستمر نبرة يواني فوس نبرة تلاقيهم كل شيء وتشين يفتح نبرة قال قاعد وتشين يا بك أشون نبرة بزي بوتا لاي إيس كريستوس كمقدسو وتو هدا إيه مقدس زنبلو مقدس أدلم وين موسين لموسين تقلت بيت بوتا عينت قط قاتم مدلم ለያቆ እንደተገለጠበት ቦታ የወንዝ ዳር አዳሪ ቦታም አይደለም ነገር ግን የሰለሞንን ቤተ መቅደስ ለመሳል እኔ ብቃት ያንሰኛል በጣም የምደንቅ እግዚአብሔር አባቱን መስራት አትችልም ካላ በኋላ ልጄ ይሰራል ያለው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ሰለሞን ተጠቦበት ተጨንቀው አስተባብሮ ሁሉም በፈቃደኝነት የተሳተፉበት بقول كتاس هون يمي مرا هزم أوكي يا لبت بتعام يتساكا دينك تعلق بيت المقدسنا بورك يتلبت أنا ورك على لبت إنكو على لبت بر على لبت ناس على لبت يكبر دينك على لبت ياندانو step by step كادا إسكا كدوسك دوسان بمدنك بمياسدمي هنيتا يتانسا تلك مقدسنا زاري مزا مكاكليا مسراك لاي ينيا كدوس بوتا ينيا كدوس ولا يتوالو يا اندم مفالمو انهاكو عالن سلازي بتعام هنسا بيتشا سايهون يجزاورم كبر بمولاتي يتقلت أبت بجزيو أقل قاوش مكومس كما تدرس يجزاور هلونا يالبت بيت المقدس نبر كزي مقدس لاينو يسوع كريستوس عند ترى نجر وتو هدا يملك على النالن سلز يا منولو يا مارا بيهون يا منولو انك درينك انفست تترجع هنسا بيهون اكزابير لج يمقدسو بالبيت وتو كهدا من ترجمة لونو دك اما زامرتو يادنا نكو بزابو تالاي بتعامي يتقرمو قدم كغلسكو بلاي مدنك يان مقدس أبيت أيو يسوس أيو مهمر انديت يا عمران بلو لما أسردات لما أسقوبنيات سكاتو يسوع كريستوس تاوت دينغاي بدينغاي لو يهون عندي كان ميوال يفرسال علي سلازي ونتنو زاري بزو يا مارو بهاي لينيا ودودر بغترم بكتمام تللك بيت المقدسوش تللك بنيا عود يماملكا عدراشوش بيت كريستانات يتجنبوناتشو كمين جزء ملاي بتعام تللك يهونو investment investment الرجانو ليلا نقدر نقول تلا سكامون درس
ዋናውን ነገር ወደጎን እስከ 100 ድረስ የሚያደርሱ እንቅልፍ የምነሳ የህንፃዎች ውድድር መልካም ነው በጣም የሚመጥን ትልቅ አደራሾች መስራት አንዱም በተከላላ እንደሚሰራ ሰው ሁሉ የማምለኪያ ሼድ ጌታን መስክረን ወንጌል ሰብከን ለመጡ ሰዎች ያን ማምለኪያ ቦታ በገጠራው ዱንካ ማደራጀት በጣም ለኛ ከባዱ እሱ ነገር ነው ማምለኪያ ቦታ ያስፈልጋል አድራሽ ያስፈልጋል ከዛ ያለፈ ግን ወንጌልን ትተው ሚሽንን ትተው ሁሉም ነገር ድሮ ቀድሞ ይደርግ ግዜ ለቀ ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ያሉበት እነም ሰምቻለሁ ደርሻለሁ ሁሉም ነገር ወደ ህንፃ ማነጽ ከሆነ ችግር አለ ችግር አለ ለህንፃ መሰረት ምክንያት የሆነውን የወንጌልን ስራ የሚሽንን ስራ ቸል ከተባለበት ምናልባት ሳይታወቅ ከአላማ ውጪ በመሆን መቅደሱ ባለቤት በሌለበት ጎሽ ባላለበት እሳይ ባላለበት ምናልባት ብዙ ገንዘብ ኢንቨስት ያደረገን የዳከረን እንዲሁ ባዶ ሆና መጋዘን እንዳይሆን እግዚአብሔር ከዛ የተሰራር ይጠብቀን እነንም እናንተንም ስለዚህ ወጥቶ ሄዳ የሚል ቃል ያስደነግጣል ስለዚህ ዛሬም የምናረጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ ባላንስ ካልጠበቀ ማሽንን መጀመሪያ ወንጌልን መጀመሪያ እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ህዝብ 80% ገና ወንጌልን ሰበክ የተገባ ህዝብ ነው ያለው ባለም ደረጃም እንደዛ 90% ጥናቶች እንደሚያሳዩ ስለዚህ ይሄን ሚዛናዊ ባናደርግ ተጠያቂዎች እንሆናለን ያን ሁሉ አድርገን ወንጌል ካልሰበክንበት ክርስቶስ የወረደበትን የሞተበት የተሰቀለበትን ያን ተልእኮ ማድረግ ካልቻልንበት እንጠየቃለን ስለዚህ ክርስቶስ ለሌለ መቅደስ አሳምሮ ቀለም ቀያይሮ አምስት ኪቦርድ ደርድሮ አስመላኪ ሌላም አስፈላጊ ናቸው ግን ክርስቶስ ለሌለ ባዶ መጋዘን ይዘን እንዳንቀር እግዚአብሔር ማስተዋልንም ጥበብንም ይስጠን ወጥቶ ሄደ ስለዚህ የትም ይሁን ወት ክርስቶስ ያለበት የእግዚአብሔር ልጅ ያለበት ቦታ የእግዚአብሔር ህልውና ሴንስ የሚያደርግበት ቦታ አደራሽ ቆንጆ አስፈላጊ አይደለም ይያልከው አይደለም ደረጃ የተበቀ ህንፃ አስፈላጊ አይደለም ይያልከው አይደለም ግን ዋናውን ትተን በዛ ለብቻ ከቀጠልንበት እንስታለን የመቅደሱን ጌታ ገፍተን እንዳናወጣ ከመል አንጻር ነው በተሳሳተ መረዳት እንዳትረዱኝ በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ ስለዚህ እግዚአብሔር የሚገኝበት ቦታ እርሱ ቤተል እግዚአብሔር የለበት ያማራ ህንፃና መቅደስ የሚመስልበት መጋዘን ወይም ዝም ብሎ አደራሽ ብሎ ማለት ይቻላል።